فوائد عجيبة لبعض الأطعمة لم تخطر ببالك. الكوسة تحتوي على عنصر النحاس الذي يقلل من الآلام الناتجة عن مرض التهاب المفاصل وروماتويدي والروماتيزم. عصير الرمان يقي من سرطان الثدي والبروستاتا والرئة. الكيوي يحمي من الأزمة الصدرية وأيضا من الرشح والسعال عند الأطفال. المشمش ينشط الذهن ويمنع تكون الخلايا السرطانية. الجرجير له القدرة على تنظيف المعدة من البكتيريا والجراثيم ويعتبر ملين للبطن. الزبادي يحتوي كوب واحد من الزبادي على 30% من الكالسيوم و 20% من فيتامين د من حصتك اليومية التي يحتاجها جسمك. فوائد زيت الزيتون: يفتت الحصى ويصلح الكلى، يمنع الشيب ويصلح الشعر ويمنع سقوطه، يعالج أوجاع الظهر، يعالج القولون ويطرد الديدان. التونة تمنح الجسم مناعة قوية ضد الأمراض. الأناناس والكيوي يحتويان على نسبة عالية من فيتامين سي تساعد على حرق الدهون. الفطر يساعد في تعزيز المناعة وتقويتها ومكافحة الأمراض والسيطرة على مرض السكر وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى تقوية العظام وتعزيز صحتها. الكركم يساعد على تبييض الوجه والجسم والبشرة بنسبة 100% ويزيل البقع السوداء والنمش والكلف مع الاستمرار، ويرطب وينعم البشرة ويهدي الجلد ويقضي على الجفاف والالتهابات الجلدية. الكمون مفيد للدورة الشهرية لأنه يعوض ما تم فقده من دماء ويزيد من المناعة والقوة الجسدية ويساعد على الاسترخاء. اليانسون يعالج اليانسون أمراض الصدر والحلق والسعال، المغص، وينشط الهضم ويدر البول، يزيل انتفاخات وروائح البطن، يهدئ الأعصاب، يدر الحليب للمرضع ويطرد غازات الأطفال الرضع. الحلبة تعالج الحلبة الربو والبواسير وفقر الدم ووجع الرحم وضعف البنية وسعال الصدر والضعف الجنسي والمغص والإمساك، وهي ممتازة للمرضعات كما إنها تطرد الديدان المعوية. الزعتر في الطب الشعبي هو أحد النباتات الأكثر أهمية، يستخدم لعلاج آلام البطن والغثيان ونزلات البرد، آلام الأذن والسعال وآلام الرأس، ولعلاج الديدان في المعدة ولعلاج الأكزيما والتهابات اللثة وغيرها. البردقوش ينظم هرمون البرولاكتين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين آ والبيتا كاروتان واللوتان التي تعتبر أقوى مضادات الأكسدة لمكافحة زيادة الوزن، وينصح بتناول كأس من البردقوش قبل كل وجبة لعلاج السمنة. يحتوي أيضا على مركب لفلافونايد المهدئ للأعصاب، وهو يعتبر مصدرا غنيا للحديد فيحسن بالتالي قدرة الجسم على نقل الأكسجين. الحبهان مسكن للمغص ومعطر للفم، كما يستعمل ومركباته كمنبه للقلب، كما يكسب الأطعمة مذاقا خاصا فاتحا للشهية. اللوز يساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض الكوليسترول، وقد يبطئ تطور سرطان القولون والرئة. أما الجوز فيساعد في حركة الأمعاء وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرفع مستوى الكوليسترول الجيد ويخفض الكوليسترول السيء، ويوازن مستوى السكر في الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم. الخيار مضر للبول، يتحكم في ضغط الدم، يهدئ التهابات الحلق، يسهل عملية الهضم، يرطب الجسم، يقاوم الخلايا السرطانية، يخفض نسبة الكوليسترول، ويفيد اللثة والأسنان. الخس يقي من تكون الحصى، يساعد على النوم، يقي من الإمساك، يساعد على نقاء البشرة، يهدئ الأعصاب، غني بالألياف، يرطب الجسم ويسكن الآلام. السبانخ يعمل على تغذية العين وبناء العظام، يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، يحافظ على صحة الجلد،
يساعد في عملية الهضم وله دور في تحسين وظائف الجهاز العصبي. الريحان يحتوي على مادة اليوجيونول التي تمنع عمل الأنزيمات المسببة للالتهابات، لذلك يستخدم في علاج الروماتيزم والالتهابات. فوائد الليمون: الليمون مفيد لمرضى القلب، يحافظ على نضارة البشرة، يحارب العدوى الفيروسية، يخفض نسبة الكافيين، يمد الجسم بالطاقة، يحفز جهاز المناعة، يسهل عملية الهضم، ويساعد على فقدان الوزن. فوائد الفلفل الحار: يخفف من الألم والالتهابات، يقلل مستوى السكر في الدم، يعزز الدورة الدموية، يقوي العظام، يحسن عملية الهضم، يقلل نسبة الكوليسترول في الدم، يحارب الأمراض السرطانية، ويساعد على خفض الوزن ومنع البدانة. فوائد التمر: يقوي السمع والنظر، ينظف الكبد والكلى، ينشط الغدة، ويعدل عامل pH وحموضة الدم التي تسبب حصوات الكلى والمرارة والنقرس والبواسير وارتفاع ضغط الدم. التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، ومن أهمها البكتين التي تساهم بشكل كبير في علاج أمراض الجهاز الهضمي كالإسهال، خاصة عند الأطفال. أما الألياف غير القابلة للذوبان والمتوفرة في قشر التفاح فتفيد في علاج الإمساك، كما تساعد على الوقاية من مرض السرطان. البرتقال: برتقالة واحدة فقط توفر 115% من الفيتامين سي، والفيتامين سي معروف بقدرته على تقوية جهاز المناعة، وأيضا يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الرصاص في الدم، والذي يساعد بدوره على تقليل خطر الإصابة بالمياه الزرقاء في العين أو إعتامها. تناول 3 وجبات من السمك أسبوعيا يعمل على الوقاية من تكون أورام الغشاء المخاطي في الكولون، وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأوميغا 3 بنسبة عالية، ويكون قادرا على محاربة الالتهابات والشوارد الحرة التي تسبب السرطان. شرب الماء على معدة فارغة يساعد في علاج الصداع، الأوجاع العضلية، التقيؤ والبواسير والتهاب المفاصل، الدهون الزائدة، التهاب القصبات الهوائية، أمراض الكبد والمسالك البولية، التهاب غشاء المعدة، عدم انتظام نبضات القلب، خفقان القلب بسرعة، السكري، الإمساك والإسهال، أمراض العين على اختلافها، اضطرابات الدورة الشهرية، والتهابات الأنف والأذن والحنجرة. النعناع يشجع إفراز هرمون السعادة لديك، حيث إن رائحته تساعد على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتشجيع إفراز هرمون السيروتونين، وبهذا يعالج الاكتئاب والتعب والتوتر. عصير الطماطم يكافح حب الشباب ومشاكل البشرة، فهو يعزز صحة الجلد بسبب محتواه من فيتامينات A وK وC. العنب يقاوم السرطان، فإنه وبفضل عناصره الغذائية يخلص الجسم من السموم ويساعد في الوقاية من السرطانات بفضل محتواه من البوليفنولات. المكسرات تؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية، حيث إن الاستهلاك المعتدل للمكسرات قد يقلل من أعراض متلازمة الأيض، وبذلك يحسن صحة القلب ويساعد على تخفيف الوزن وبالتالي تحسين الصحة النفسية. لا تنسى تسجيل الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لك على المشاهدة.